حال حريق هائل شب اليوم في عشرات المحلات بسوق المباركية دون اكتمال فرحة زوار السوق الذي يشهد في هذه الأوقات وعلى أبواب شهر رمضان المبارك ازدحامات بشرية كبيرة. وبحسب وزارة الصحة التي فعلت خطة الطوارئ في المستشفيات العامة، فقد تعاملت طواقمها مع 14 حالة ما بين حروق بسيطة وحالات اختناق، كما تم نقل 4 إصابات إلى مستشفى الأميري وواحدة إلى مركز البابطين للحروق والتجميل، فيما تم إسعاف 9 حالات في الموقع وجميعها بحالة مستقرة. في المقابل، خلف الحريق أضرارا مادية كبيرة في المحال التي طالتها ألسنة اللهب، فيما تفاعلت 8 فرق إطفاء مع الحادث وتمكنت من إحكام السيطرة على بقعة الحريق ووقف تمدده إلى المحال والأسواق المجاورة. بدوره، أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الذي تابع ميدانيا عملية إخماد الحريق، أن الأمن العام سيغلق الجزء الذي تعرض للحريق في سوق المباركية ليومين لتأمين ممتلكات أصحاب المحلات المتضررة وما حولها، وحتى تنتهي قوة الإطفاء من التحقيق لمعرفة أسباب الحريق. يعني الحريق مسيطر عليه ومحاصر من جميع الجهات، وأنا أمانة أفتخر بجميع رجال الإطفاء والثمان مراكز اللي شاركت في هذا الحريق. حريق بهالموقع الحساس وبهالصعوبة أنها توصل سيارات الإطفاء الثقيلة، بوجود مظلات خشبية مغطية جميع المكان، وعدم إمكانية دخول آليات الإطفاء الثقيلة إلى مكان الحادث، هذه كلها معوقات كبيرة، إضافة إلى الجمهور الكثيف اللي كان موجود بداية الحريق. لكن ولله الحمد بمشاركة جميع الجهات الحكومية وتعاونها تم السيطرة واحتواء الحريق بالكامل، وهو محاصر الآن في منطقة جاري التعامل معها، وإن شاء الله في الساعات القليلة القادمة سوف يتم الانتهاء من هذا الحريق. اليوم في تمام الساعة 3:21 من مساء هذا اليوم يفيد عن اندلاع حريق في منطقة سواق المباركية. على ضوء هذا البلاغ توجهت 8 فرق للإطفاء إلى الموقع، لأن الحريق طبعا اندلع في عشرات المحلات، المحلات هذه متلاصقة. كان عندنا هاجس أن نسيطر على هذا الحريق حتى لا يمتد إلى باقي المحلات والمجمعات المجاورة. لله الحمد تمكنت فرق الإطفاء من سيطرتها على الحريق، لا مجال الآن لانتشار النيران، إنما طبعا عندنا الآن معوقات وهي إخماد بؤر النيران الموجودة تحت الأسقف التي انهارت بفعل هذا الحادث. بالتأكيد يعني اليوم احنا يهمنا أيضا أنه لا توجد إصابات بليغة. كان في هناك بداية الحادث 3 إصابات في صفوف الأشخاص المدنيين الذين كانوا متواجدين، حالتين اختناق وحالة حروق بسيطة، طبعا تم التعامل معهم من قبل فنية الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى وقوع 3 إصابات في صفوف رجال الإطفاء وهم يتلقون أيضا العلاج اللازم. لله الحمد لا خسائر بشرية، الخسائر بالتأكيد مادية. هناك أيضا الآن ستباشر وأصدر يعني بهذه المناسبة أصدر سيدي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تعليماته لفتح التحقيق لمعرفة هذا الأسباب، وهو تواجد في الموقع وقام بالمرور على طبعا الأماكن اللي اندلع فيها الحريق، واطمأن بنفسه على سير عمليات مكافحة الحرائق. لله الحمد يعني فرق الإطفاء قاعدة تبذل جميع جهودها من أجل أن يتم إخماد الحريق في أسرع فترة زمنية. جهود حثيثة تبذلها فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي نشب عصر اليوم في محلات سوق المباركية، وتؤكد قوة الإطفاء العام على سيطرة شبه تامة على الحريق رغم المعوقات. من موقع الحريق لقناة ATV العدالة، خالد الفارس.